بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم درسنا في هذا اليوم في المسألة الثانية والثمانين من مسائل أجزاء الوضوء من كتاب الطهارة من كتاب منهاج الصالحين الجزء الأول لسماحة السيد السيستاني مدة ظله الوارف قال حفظه الله في هذه المسألة: الوسخ تحت الأظفار تجب ازالته اذا كان ما تحته معدودا من الظاهر وكان مانعا من وصول الماء اليه اذا كان هناك اوساخ تحت الاظفار خصوصا بعض العمال الذين يبتلون مثلا باعمال البناء او اعمال الصباغه ونحوها او الحداده ونحوها التي فيها اوساخ وامور حاجبه مواد حاجبه للوضوء حاجبه لوصول الماء الى البشره فحينئذ اذا صار اذا كانت الاظافر طويله نسبه فحينئذ سيتداخل سيدخل الوسخ الى تحت الاظافر فاذا كانت الاظافر قد صارت طويله فتحتها سيلتصق به به هذه المواد وحينئذ حينما اتوضا ولا ازيل هذه المواد تكون هذه المواد قد منعت من وصول الماء الى الاظفر الظاهر الذي هو باطن الاظفر ولكن بسبب طوله صار جزءا من الظاهر لانه طول الاظافر اذا كانت قصيره نعم هي كلها ضمن الظاهر فما تحتها لا يكون من الظاهر يكون داخل في با يعتبر من الباطن ولا يجب غسله اما اذا استطالت قليلا وخرجت عن اللحم لحم الاصبع لحم الاصابع واطراف الاصابع فحينئذ ستكون هذه الخارجه وياتي ويدخل الوسخ الى الاماكن التي هي صارت تعتبر من الظاهر وحينئذ لابد من ازاله هذه الاوساخ هذه المواد والتاكد من وصول الماء الى ما تحت الاظفر الظاهر. فالوسخ تحت الاظفار تجب ازالته اذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، ولذلك هنا قيد سماحه السيد المساله بشرطين ان يكون الاظفر قد صار ما تحته جزءا من الظاهر. ما تحته اعتبر من الظاهر لانه صار ظاهرا، اما الاظافر القصيره التي يكون تحتها هو ايضا من الباطن، هذا لا يجب. غسله وايصال الماء اليه لانه هو اساسا ملتصق باللحم ويكون جزءا من الباطن فلا يجب غسله. المشكله حينما يستطيل الاظفر يطول فيكون بعض اجزائه الباطنيه ستكون جزءا من ظاهر الاظفر يعني هي مكشوفه بحيث انه حينما تقلب اليد الاظفر هذا الجزء الباطني منه قد صار ظاهريا ومكشوفا فحينئذ حينما يكون فيه صبغ او مواد مانعه تمنع من وصول الماء هذا يكون فيه اشكال ولا يصح الوضوء حينئذ لانه الماء لم يصل الى الاجزاء الظاهره من اليد. فلابد من ازاله هذه الموانع، ازاله هذه المواد، ازاله هذه الاوساخ حتى اتاكد من وصول الماء إلى كل أجزاء اليد الظاهرة والشرط الثاني أنه أن يكون هذا الوسخ مانعا من وصول الماء إلى الجزء الظاهر إذا كان مانعا كثيفا ومانعا فبكثافته سيمنع من وصول الماء حينئذ لا بد من إزالته أما إذا كان مجرد لون وهذا اللون لا يمنع من وصول الماء الى الاجزاء الظاهرة من من اليد الى الاجزاء الظاهرة من الاظافر فحينئذ هذا لا مانع منه، مجرد وجود لون مختلف، الوان خفيفة لا تؤثر على لا تمنع من وصول الماء هذا لا مانع منه، اما إذا منعت فلا بد من التأكد من إزالتها حتى أتأكد من وصول الماء إلى كل أجزاء اليد التي يطلب غسلها ولا بد من غسلها في الوضوء وهكذا الحال فيما إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا يقول إذا كان قد قص الأظفار قد يكون الظفر بسبب قصه بشكل زائد بحيث انه هذا جزء من اللحم كان مغطى بالظفر فكان الظفر الذي تحته كان يعتبر من الاجزاء الباطنيه، واللحم حينما كان مغطى بالاظفار كان جزءا من الاجزاء الباطنيه التي لا يجب غسلها، لكن حينما قصصته وصار قصيرا صار هذا الجزء من اللحم قد ظهر وصار جزءا ظاهريا. وحينما صار جزءا ظاهريا فاذا كان عليه مواد مانعه حاجبه عن وصول الماء الى الى نفس اليد الى نفس هذا اللحم الذي صار ظاهرا فحينئذ سيكون الوضوء باطلا وغير صحيح لانه قلنا سابقا انه اذا كان ولو بمقدار راس ابره محجوبا ممنوعا من الماء لا يصل اليه الماء فحينئذ سيكون الوضوء بأجمعه باطلا وينقع في محذور وحرج فلا بد من الانتباه إلى إزالة هذه المواد أو عدم استخدامها إلا بعد الوضوء والإنسان بعد أن يتوضأ ويكمل وضوء بشكل صحيح ذاك الوقت أؤدي الصلاة انتهيت من الصلاة هناك متسع من الوقت يمكن أن أستخدم المواد هذه بشكل لا مانع منه الى ان يأتي وقت الصلاه الاخرى فاتاكد من ازالته بشكل كامل او استعمل الكفوف التي تمنع من يعني مماسه المواد لنفس اليد فحينئذ ازيل الكف واتوضا ويدي سالمه من الوسخ ولا يوجد فيها مواد حاجبه ومانعه من وصول الماء في اثناء الوضوء. المساله الثالثه والثمانون اذا قطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع يقول في هذه المساله اذا الانسان قد قطع جزء من اللحم من يده مثلا لنفترض اراد ان يقص اظفاره فلم يسيطر بشكل صحيح لم لم يستطع قصها بشكل صحيح فازال جزءا من اللحم من لحم اليد فقطع هذا اللحم من اليد فحينئذ بدا مثلا جرحت اليد ظهر الدم افترض استخدم بعض المواد الطبيه التي قطعت الدم فصار هذا الجزء الذي قطع الجزء الذي تحته صار هو ظاهر اليد وحينما صار هو ظاهر اليد فلا بد من غسله حين أغسل يدي في الوضوء فحينئذ هذا الجزء الذي ظهر بعد القطع صار جزءا ظاهريا بعد أن كان باطنيا بسبب قطع اللحم هذا الجزء الباطني صار ظاهريا فيجب غسله ويجب غسل ذلك اللحم المقطوع ايضا ما دام لم ينقطع ما دام لم ينفصل بشكل كامل. بعض الاحيان الانسان يقطع قطعه هذه القطعه لا تنقطع بشكل كامل وانما هي جزء يعني يكون مثلا متصل لا زال متصل باليد فلا لا ينقطع بشكل كامل، هذا الجزء المتصل باليد هو لا زال جزءا من اليد يعتبر، فحينئذ حينما اغسل هذا اليد لابد من غسل الذي الجزء الذي تحته لانه صار ظاهريا، لانه هذه القطعه صارت تتقلب مثلا، يمكن قلبها الى الطرف الاخر وارجاعها الى مكانها، فهذه القطعه غير المنفصلة ولو كان عدم انفصالها بجلدة رقيقة يعني هي تقريبا منفصلة أكثر أجزائها منفصل إلا أنه حيث أنها لا زالت متصلة ولو بشيء بسيط بجلدة خفيفة مع ذلك لا بد من غسلها هذه القطعة وغسل الجزء الذي كان باطنا تحتها وصار ظاهرا فيجب غسلهما معا ولذا قال ويجب غسل ذلك اللحم أيضا إضافة إلى غسل الجزء الذي كان تحته وصار ظاهرا غسلها هي نفس اللحم نفس القطعة من اللحم لا بد من غسلها أيضا ما دام هذا الجزء لم ينفصل عن اليد لم ينفصل عن الـ 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 اليد فعينئذ وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة يقول قد يكون المكان الاتصال هو خفيف ورقيق بحيث مثلا باي شيء بسيط يمكن ازاله هذه اللحم هذه القطعه من اللحم وبسهوله مع ذلك لم ازلها فحينئذ ما دامت لا زالت جزءا من اليد متصله لانها متصله باليد فيجب غسلها وغسل ما تحتها الذي صار ظاهرا وصار من الظاهر فيجب غسلهما معا فلذا قال ويجب غسل ذلك اللحم ايضا ما دام لم ينفصل وان كان اتصاله بجلده رقيقه اذا لم يعد شيئا خارجيا والا فلا يجب غسله نعم اذا كان صار مثلا شيئا يابسا وبحيث ما يعد لحم وجزء من اليد صارفت قطعه خارجيه يعني لا تعد جزءا من اليد، هذه بعض الحالات من الجروح يعني لا يمكن الان وصفها بشكل دقيق ولكن تحصل بعض الحالات عند بعض الناس فهذا الجزء المقطوع يعني يكون بشكل وبهيئه مختلفه تماما عن اليد بحيث ان العرف لا يعده جزءا من اليد وانما قطعه خارجيه ملتصقه فحينئذ لا يجب غسله او انها غير ملتصقه الا بمقدار محل الالتصاق وهي صارت شيئا خارجيا، اذا صارت شيئا خارجيا لا تعد جزءا من اليد فحينئذ لا يجب غسل هذه اللحمه الخارجيه وانما اغسل الاجزاء الاخرى التي صارت من الظاهر. إذا لم يعد شيئا خارجيا وإلا إذا عد شيئا خارجيا يعني فلا يجب غسله كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها إلا بالمقدار الذي يعد من توابع اليد. يقول إذا, كان إذا كانت الجلدة التي هي تصل بهذه اللحمه هذا الجزء الذي يربط هذه القطعه المفصوله التي هي تقريبا مفصوله يربطها باليد، هذا المرتبط باليد ما دامت من توابع اليد نعم تغسل كما ذكرنا سابقا، هذه الجلده الخفيفه التي تصل بين اللحم المقطوع المنفصل وبين اليد نفسها، هذا اذا كان جزء من اليد مادام متصل ويعد جزء من اليد، نعم يجب غسله وأما إذا لم يعد جزءا من اليد وإنما صار شيئا أجنبيا عن اليد خارجيا عن اليد فحينئذ لا يجب غسله وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها به يقول هل يجب أن أزيل اللحم تماما؟ هذه التي بسبب الجرح مثلا نوع من الجرح العميق الذي جعلها تتقلب يعني تنقلب يعني ترفع وتعاد ففي مثل هذه الحاله هل يجب ان ازيلها حتى يكون الكل بعد ظاهرا وجزءا من اليد الظاهري جزءا من ظاهر اليد فاغسله جميعا لا يجب ازالتها يقول يمكن الابقاء عليها ولا وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها به نعم لو عدت الجلدة شيئا خارجيا فلا بد من إزالتها نعم يقول بعض الأحيان هذه تكون الجلدة لتيبسها و يعني وضوح أنها صارت نوع من المانع الملتصق باليد أصلا لا تعد جزءا من اليد فحينئذ هذا المانع فلا بد من ازالته وستكون كانها ماده يعني مانعه من وصول الماء الى ما تحتها فحينئذ بسبب تقلبها وتيبسها مثلا بحيث صارت هذه الجلده شيئا اجنبيا عن اليد وخارجا عن اليد فحينئذ ما تحتها حينما تلتصق بما تحتها هذا سيكون نوع من الحاجب لا بد من إزالته وغسل ما تحته نعم لو عدت الجلدة شيئا خارجيا فلا بد من إزالتها لأجل غسل ما تحتها الذي سيكون ما تحتها هو في حقيقته هو الظاهر فلا بد من إيصال الماء إليه وغسله حتى أضمن صحة الوضوء المسألة الرابعة والثمانون الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء إليها وإلا فلا يجيب إذا افترضنا بعض الأحيان خصوصاً في شدة الشتاء في البرد الشديد يحصل جفاف للجلد الخارجي لليد فتحدث شقوق متعدده مثلا في اليد هذه الشقوق بعض الاحيان استطيع حينما الاحظها ارى الداخل اعماقها القريبه قابله للرؤية وموجوده يقول هذه ستكون اذا كانت ترى ستكون جزءا من ظاهر اليد واذا صارت جزءا من ظاهر اليد فيجب ايصال الماء الى اعماق هذه الشقوق الى الاجزاء الظاهره من هذه الشقوق فلا بد من ايصال الماء اليها فان كانت وسيعه يرى جوفها وجب ايصال الماء اليها والا اذا لا لم تكن وسيعه جرح بسيط جدا بحيث الجوف جوف الجرح داخل الجرح لا استطيع ان اراه ولا استطيع تحسسه فحينئذ لا يجب ايصال الماء الى اعماقه وانما هو هذا المقدار الظاهري مثلا من اليد اغسله وهذا يكفي ومع الشك انه هذا الجرح حينما صار هذا جوفه هل صار جزءا من الظاهر او انه لا زال من الباطن شككت فماذا افعل؟ يقول الاحوط وجوبا ايصال الماء حتى اضمن اني اوصلت الماء لكل الاجزاء لنفترض هذا الجزء فيه فد مقدار من الباطن هذا لا مانع من وصول الماء اليه، اوصل الماء اليه حتى اضمن وصول الماء الى كل الاجزاء الظاهريه وهذا كله من اجل ضمان صحه الوضوء والتاكد من ان وضوئي وضوء صحيح لانه قلنا ان الوضوء اذا بطل بطلت الصلاه واذا بطلت الصلاه خصوصا مع مرور مده زمنيه طويله على ذلك سيستوجب ذلك قضاء الصلاه من جديد واعادتها من جديد وهذا فيه حرج عادة. المساله الخامسه والثمانون، المساله الخامسه والثمانون قال ما ينجمد على الجرح عند البرء يصير كالجلد لا يجب رفعه وان حصل البرء عادة الانسان حينما يجرح يبدا الجرح شيء فشيء يكون الجلد البديل يبدا الجسم ينمو وتنمو الخلايا بحيث انه تبدا بملء هذا الفراغ الذي حصل هذا الجرح الذي حصل وحينئذ ستحصل جلد او جلد يملا هذا الفراغ هذه الجلد الجديده التي تنجمد على الجرح ستكون هي كانه هي الجلد هي التي تكون طبقه من الجلد جديده هذا الجزء يقول لا يجب رفعه لا يجب ان ازيل هذه البقعه مثلا عاده تحصل تكون قطعه حمراء او يعني فيها نوع من الصبغه هذه اذا كانت طبعا طاهره فشيء فشيء ستكون كانها هي جزء من اليد الى ان يزداد نمو الجلد الى حد شيء فشيء ربما هو يزيل هذه القطعه القديمه حتى يكون هناك جلد طبيعي يكتمل على اليد مثلا في مثال اليد وهكذا يمكن تطبيقه في كل اجزاء الجسم الاخرى مثلا في الغسل ايضا نفس الكلام ياتي فحينئذ اذا صار هذا المنجمد كالجلد هو يعتبر من توابع الجلد فلا يجب إزالته أو رفعه وإن حصل البر بحيث أنه من أرفعه لا يحدث جرح جديد وإنما تظهر الأجزاء الجديدة المتكونة من الجلد الجديد يقول مع ذلك لا يجب إزالته ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا يقول حتى لو كان عملية رفعه وازالته كانت سهو سهلة وليس فيها حرج، مع ذلك لا يجب رفعه، يمكن ابقاؤها ما دامت تعد من توابع الجلد، واغسل ما عليها اغسل ظاهرها، وهذا يكفي في صحه الوضوء. المساله السادسه والثمانون. قال يجوز الوضوء بماء المطر. إذا قام تحت السماء تحت حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم وكذلك بالنسبة إلى يديه يقول إذا أراد الإنسان أثناء الوضوء أثناء المطر أثناء نزول الغيث أردت أن أتوضأ بهذا الماء. فتارة أضع يدي تحت ماء المطر وأملأ يدي بالماء ثم أضعه على وجهي وأغسل وجهي. هذا حينئذ لا, لا يعتبر غسلا بماء المطر المقصود في هذه المسألة وإنما هذا غسل من خلال الصب وهذا جائز وصحيح ولا إشكال فيه. الانسان ياخذ الماء فياخذه من الحنفيه ياخذه من خلال ماء المطار ياخذه من ماء الميزاب بسبب هطول الغيث والمطر بشكل كثير فاخذه واضعه على وجهي عده مرات حتى اغسل وجهي او اخذه واضعه على يد اليمنى هذا لا مانع منه وهذا صحيح ولكن حديث المساله هنا غير هذا المساله هنا تتحدث عن وضع الوجه تحت المطر مباشرة يعني بحيث ارفع وجهي ويكون المطر يصب على وجهي بشكل مباشر هنا في مثل هذه الحاله هل وقد نويت الوضوء هل يصح هذا الوضوء؟ يقول نعم يصح لا مانع اضع وجهي بحيث يصب ماء المطر على وجهي مباشرة من دون ان استخدم يدي فيصب من الاعلى هو بطبيعتهما المطر النازل يكون ينزل الماء من الاعلى ويستمر بنزوله حتى الاسفل الى الذقن ويستوعب الوجه هذا وضوء صحيح ثم بعد ذلك اضع يدي تحت المطر وينزل المطر بشكل كثيف واضعه بشكل هكذا ليد تكون بحيث ينزل الماء من الاعلى الى الاسفل بسبب كثره المطر يستوعب اليد هذا ايضا لا مانع منه ويكون صحيحا لذا نقرا الجزء الاول من هذه المساله يقول يجوز الوضوء بماء المطر اذا قام تحت السماء يريد ان يشير الى الغسل المباشر حين نزوله حين نزول المطر فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه المشترط في الوضوء بنية الوضوء مع مراعاة الاعلى فالاعلى على ما تقدم بحيث ان الماء ألاحظ انه ينزل من الاعلى الى الاسفل، ما اكتفي بماء المطر الذي وقع الى الاسفل مباشرة، وانما هذا الماء الذي نزل من الاعلى ويستمر بالهطول من الاعلى الى الاسفل، هذا ساكتفي به وسيكون الوضوء به صحيحا، وكذلك بالنسبة إلى يديه نفس الكلام أضع يدي على ماء المطر بحيث ينزل من الأعلى ويستوعب اليد إلى الأسفل من دون استخدام اليد طبعا إذا كان باستخدام اليد هذا لا مانع منه يكون صحيحا ولكن افتراضنا في هذه المسألة أن يكون من دون استخدام اليد هذا أيضا يكون صحيح فتغسل اليد اليمنى ثم اليسرى بماء المطر بشكل كامل من دون الاستعانة باليد الأخرى هذا ايضا يكون صحيحا، بقيه الكلام في هذه المساله لان هناك قسم اخر توضيح اخر في هذه المساله ياتي ان شاء الله في الدرس القادم باذنه تعالى وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم.